واحد رمضان بدا وما خدم حتى فيديو. لازم نلقى موضوع نختم عليه فيديو ما يفطرش. اوه شنو هذا؟ اوكي كنت فكرت فيديو. هلو بكم افريوان، معكم ماك جيمر في فيديو جديد. اول حاجه رمضانكم مبروك والعام انتم حيين. 9990 خير. شنو المصات هذه بايخه؟ هاي مفيد بيه. هذه ظهري اول فيديو هبط الشان بعد ما عندنا 4 سنين خدمه. مازلنا ما دخلناش الاربع سنين، ما باش ندخلوا فيه. دونك بطبيعه هذه اول فيديو في رمضان. و Thank you. Switch like, subscribe, share, or salam alaikum. المختصر المفيد، السبب اللي خليني نغيب برشا في الشان هو اني كنت متفرج في الانمي، يعني متفرج في رمضان في Violet Evergarden. انمي درامي، ما اثرش فيا، ما بكيتش، قولي باش تبكي وتتحرك ما عمل لي شيء. الشخصيه برك ولا تبكي، معناها فايوليت كلها كانت من لول ماشي شخصيتها مريقله، اخي طاحت تبكي اكثر من ايرن. ياب وتلقى قاعد تفرج في اواري نو سيراف او سيراف النهائيه. انمي حلو اكشن وفازيات، ومتفرج في 3 فريم رانما واحد منهم هيتشي و... اما ما تخافوش متفرج من بعد شو قنفطر معناها مسلكه شويه. اللي عنده اقتراحات انمي يبعث ميساج على الانستغرام، تلقاو اللود، عمل لي فولو على الانستغرام. قدر صاحبي. شنو هي قدر صاحبي؟ لا اسمعني، مش لازم نخلو فيديو مش عارف ايش. anyway مرضية باش نحكيو على فضائح فيسبوك، اما مش فضائح فيسبوك المستنسين بيه، هذه فضائح فيسبوك نوع جديد، دونك خليونا نسميها فضائح فيسبوك جزء 3.5 رمضان إديشن. يب باش نحكيو مع رضيع أكثر إيموجي نكرو في حياتي. ملي سمعت بيه بطل إيموجي وأنا نكرو. يب نكرك أنت ما عمرك ما كنت حاجة بيه في حياتي. أنت كون مراك المفيد بيه ما كثرت من الموجة هذي مغد. العبد الكل اللي تستعمله إذا كان فما معناتها رياكشن يبكي يحطو رياكشن كير. إذا كان حاجة عرش مزيانة كير، حاجة بكي كير، حاجة سحق جيم كير. أوكي باش نبدأ أول حاجة. والعباد اللي بدأ يقولوا عليها واللي هي كيفية طريقة التفعيل متاعه، أنا واحد من الناس كريت الإيموجي من اللور بطبيعة، الناس الكل حبيت ناخو معناتها الإيموجي بأسرع ما يمكن، أما ما كنتش مجمع اللي وحلو معناه. قالك الطريقة الوحيدة كي يتم تفعيل الإيموجي الجديد لديك أكتب يو جي بعد دقيقة. مبروك عليك إيموجي جديد. برحمد بوش كون اللي تعدى عليه هذي؟ شكون تعدى عليه باش يكتب الجمل الكلمة هذيك؟ ولا محالة الإجابة كانت مقنعة معنا. يب أنا ما أسكتش، أنا ندافع على روح، ندافع على الناس الكل. وبطبيعة بعد رياكشن جديد لاف رياكت أموره ساخف. ولا يا أخي يوز كيفاش يبكي يوز أخوي ساخف ربي ساخف. هي جات عليكم تموت المسيح. فما برشا عباد بطبيعة رياكشن ما خلاوش رايد، ردوه كات لوف ولا هاك كات ولا المفيد بي عنك في قطوسة. يا خويا فهمتش، العباد فاضية شغل في رمضان ولا عندكم حق؟ وديجا كورونا ما تنجموش تخرجوا معنا من الدار، بطبيعة عندكم الحق يا ولدي باش تعمل فوتوشوب. فمش كعبة دراغون بول المفيد بي وكالعادة حتى الانمي ما عناش. ستوب سكرولينج يزي ما تهبطش، اعطيني دقيقة. حبيت نقول حاجة اعطيني ذاذية. كيفاش باش نعطيك هذيك وانا ما عنديش منها؟ انا ما عنديش، انا باش نحط الكير رياكت. اصلا دبرتها بعد جمعتين وجيت وحدها وناس كل حطها في نوف وف تسعة وف 10000 واي ام درشنو لا علينا لا علينا. وبطبيعة
جماعة الأوتاكوز هذا قال لك مي ناروتو، هو يعنق في ناروتو، هو يا أخوي عليه ناروتو، عليه ما قد نتعنق في ناروتو، هو أصلا إنسان يعمل في جيتسو الانحراف، عيب نحكي عليه في رمضان عيب. المفيد بيه كالعادة زاد ماتش من لاف رياكت، قال لك جاتك رياكت جديدة ولا بطبيعة ولا أصلا أحزنني ضبست، مش كل سامر أحزنني، أنا الوحيد، أنا حاجة الوحيد اللي سامر في رياكت هي ها 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 هذاك ضبست صاحبي. إيش نقول لك، إيش نحط لك قلب في وات؟ لا لا هذه هي غلطة، هذه براسة ما ماشي أنا، هذه قالوا يجي رياكت. أوكي حتى الجيمينج ما منعش، قال لك RTX off RTX on. والله هذه تستحق برجولية ها رياكت، هم تستحق شكير. صاحبنا هنا عم كريان ولا اللي هو عارش نضحط لك اسمك ولا حب يعمل فازة حلوة، هو قال لك معناتها ردبول رياكت هذوما، لكن الكير رياكت معناها نحتل الصدارة يا اخويا. اش بيه شعب مريض، شعب مريض، شعب مريض. بطبيعة العباد هذوما معناتها هذي على الاقل ميم دراغون بول فاينلي، قالك ما نستعملوش كير رياكت، نستعملو دراغون بول رياكت. يب ومارك، مارك حطينا الدراغون بول رياكت تعملو زي ميساج نخلصك من بعد مفيش بيه هبطو. بطبيعة هذي زاد هذي احسن ميم، هذي انا ادعم الرسم الميم هذي، قالك وريني حاجة ما عندش معناتها حاجة ما عندش فايدة في الدنيا وراك هذي، قالك لا لا قصدي حاجة معناتها ما عندش فايدة اكثر في الدنيا وراك كير رياكت عملو بيرفكت بيرفكت. يب هي كير رياكت ما عندش استعمل الجملة، شنو هي كير رياكت؟ انت باش مهتم من اصله، انت مش كل مهتم بيك من اصله باش تستعمل كير رياكت. اوكي عندك بدا يعمل لك كبده عند رياكت جديد يرش فيه هك هك يا معلم. خويا صح عليك يا خوي، انت يا خويا معلم. وعنا صاحبنا هذايا اللي نعرفش منين طالع حيت قالك اعمل اسناف في 10 تعليقات طلع لك ايموجي جديد مجربها، مجربها صاحبي يا خويا اسناف في يا شيخ. اوكي قالك انا من غير سبب اي بوست يعرضني، لصق الكرياكت يراه في راسك. بطبيعة حتى الكرياكت ممنعش، الكرياكت نرفز ومكبش الايفون دونت تاتش ماي فون. والله هذا يصلح، هذا برشا عبيد، برشا عبيد تلقاك حتى تليفونك على جنب يهزوه ما غير ما يشاوروك، يدخلوا على الميسنجر يحبوا يقراوا بزنيس بزنيس، وهذا شادي فوتوشوب ونعرف شنو ذاك نعرف، ولا نسد ما نستعملهمش انا كزوز لا محاله. وات مرام تاع المودي اي هيت وات، شو دخل هذا في الفيديو؟ اوكي عنا صاحبنا شاد كونان، اوكي حدا يكون ما منعش، قال لك شاد رونالدو يهدم منزل عائله فقيره لكن ميسي يحمل سيفا قائلا اياك والفقراء يا رونالدو. فيك ولا ريال؟ والله انا حسب برا فيها لي فيك ليه ريال، اللي عمل البوست يعطيه. اوكي عندنا فريزا، فريزا ساماديسكا والله صاحبي معلم، والله صاحبي اللي خلينا معلم هذا ما نستحقوا اصلا. مارك عملنا فريزا رياكشن نستحقوا ساعات. اوكي عندنا فيجيتا سيريس اكس، شو دخل الفيديو؟ والله ظهر اللي بعث لي تصاور كان باثر فيه الصيام برش. عندنا ايروين سميث اديشن يدو مخصوصه، واو واو هذا نعرف شكون يحب ايروين، نبعثوا لها التصويره. وعندنا العشق ساشا بوتيتو، هذا لايك لايك انت الانمي هذا. يب حتى من ناروتو ممنعش، راسينغان راسينغان غون غون غون، عندما تصرخ في القسم قائلا هنتاي فيرد عليك الفتاة قائلة ياميتي اوني تشان، ويرد عليكم الاستاذ اوماي وا مو سينديرو. وش مدخل هذا في الفيديو برحمة بوك؟ مانيش انا عامل ميمز انمي ولا حاجة، حتفرج ميمز انمي برامش تفرج في ونختمها بالرياكت المزيان، الرياكت الاسطوري، الرياكت اللي بلوب محليه ما بنو ما بنو الرياكت، رياكت شايت قرآن. يب صعب برامشي اقرأ قرآن واختاكم من التفاهات هذه واختاكم من الرياكت، ونصيحة من اخوكم ما تستعملوش الرياكت، ما تدوروش بيه الرياكت. هاي السلام عليكم. I think I'm falling for you.